السلام عليكم. في السادس من شباط من هذا العام، قبل أن ينتهي هذا العام، حدث الزلزال في محافظتي أو في مجموعة من المحافظات، نذكر في اللاذقية وفي حلب وفي حما وفي إدلب أيضا، وطبعا الضرر كبير كان في تلك المحافظات، وعلى أثرها تم إحداث الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال، وكان هناك استنفار حكومي ودعم عربي ودعم دولي في لضحايا الزلزال وللمتضررين من الزلزال. ولكن مع ذلك، مع كل هذه الآثار، طبعا لا ننسى أنه الزلزال حصل بالوقت الذي كان بالأساس المجتمع السوري بأسوأ حالاته، الواقع السوري صعب جدا، الاقتصاد السوري أيضا بأسوأ حالاته، وبالتالي إن حدثت كارثة كهذه في مجتمع سليم ومعافى بالتأكيد سيكون هناك ضرر كبير عليه من كل النواحي. فكيف الحال إذن؟ والواقع السوري نعرفه جميعا كيف هو، ومع ذلك رغم المحاولات الحكومية لإدارة هذا الصندوق في كثير من النواحي، ولكن بالتأكيد لا يزال هناك بعض القصور، ربما في نقطة ما، في زاوية ما، في شيء لم يشمله هذا الدعم، أو إن كان الدعم غير كافي، أو إن كان الدعم يجب أن يكون دعم مستمر. وبالتحديد عندما تحدث عن أناس بالأساس أصبحوا فجأة بلا مأوى، وجدوا أنفسهم بالشارع، ما عندهم بيوت. وطبعا تابعنا كل ما كان خلال هذا العام من محاولات للدعم والمساعدة ولتوفير مساكن ولكل الأشكال التي كانت مقدمة، سواء كان من المجتمع السوري، من الدولة السورية، من الأصدقاء ومن المحبين لهذا الشعب، ومن كل الأطراف التي ساهمت بدعم سوريا. ما زال هناك بعض الشكاوي، وصلتنا شكوى من قريتي نهر البارد و فقروا في منطقة الغاب بمحافظة حماة، يشكون أنه بالأساس يعني صممت لهم كرفانات متنقلة أو خيام، ومع ذلك يعني واقعهم صعب، بحاجة حقيقية إلى من يلتفت إليهم، من يساعدهم، من يتذكرهم. ودائما هناك خشية أنه بأي موضوع أنه نندفع نحن بشكل عام، نحن أقصد الحكومة، وأقصد المجتمع، وأقصد الشعب السوري، نندفع بالبداية بعاطفتنا، نندفع بكل السبل والوسائل، ولكن بعد ذلك دائما الخشية أن ينسى هذا الأمر وينسى متضررو هذا أي موضوع كان من المواضيع، وبالتالي يجد هؤلاء المتضررون يجدون أنفسهم أنهم منسيين. وهذا الموضوع اللي هو بحاجة اليوم إلى متابعة، وحاولنا أن نسأل عنه عبر الهاتف معي الأستاذ محمود أبو جدعان، رئيس لجنة العمليات في محافظة حماة. أهلا ومرحبا فيك أستاذ. أستاذ محمود. أستاذ محمد. أهلا أستاذ محمد، أهلا وميت مرحبا. كيف؟ أهلا وسهلا. طيب بدنا نسأل نحن عن الشكوى وحضرتكم بصورة الموضوع بمنطقتي فقرو ونهر البارد بالغاب. شو وفرنا نحن بالأساس للناس المتضررين هناك؟ نحن بداية مرحبا بكم. أهلا وسهلا. نحن مستمرين متابعة الخطة الوطنية لاستجابة طالع الزلزال، وبناء على توجيهات السيد محافظ حماة تم تقديم كل الدعم وفق الإمكانيات المتوفرة من لحظة وقوع الزلزال تاريخ اللحظة، من مواد غذائية، من توزيعات طبعا غذائية، سلع غذائية وسلع صحية وسلع مطبخية وإغاثية متعلقة بحرامات وأسفنجات، إضافة إلى بعض الأدوات مستلزمات الأطفال. نعم. وكذلك الأمر من ناحية قطاع الصحة، تم تقديم كل وسائل الطبية الممكنة المتوفرة وفق إمكانيات تقديم جميع الخدمات الطبية. طيب. المتوفرة. طيب. بتمنى أستاذ محمد بتمنى أنك تبقى معي، خلينا نسمع الاستطلاع ونشوف الشكاوي من لسان المتضررين، ومن ثم نعود نسمع حضرتك. أعطونا خيمي، طيب لا استهدفونا ولا طلعوا لعنا، ولا فيها لا حمامات ولا طاقة شمسية ولا فيها شيء، يعني بس حد يكشف، ما بدنا منه، بس حد يقلنا منهم أنتوا يكشف علينا. قاعدين بالبرد ولا أعطونا شيء، امبارح 15 شخص أعطونا الراحة،
الله يوفقهم يعني ما قدموا لنا شيء يعني قاعدين بها البرد ما نستحمل البرد وما نستحمل كل شيء يعني بعد اللي اعطونا الخيمه ما حد اعطانا شيء ما حد قدم لنا شيء فقط اعطونا من يومين ثلاثه الراحه ما عطى الراحه ثلاث حريمات وفقط ما قدموا لنا شيء بالدنيا نحن الاطفال اكلت الرطوبه عندنا تحت يعني الارض ما عطونا شمينته نصبها ولا بعطون ولا شيء اثنين ما في تدفئه البرد شيء نحن الاجواء بارده جدا جدا نحن نطالب تدفئه نطالب بفرش نطالب بحمامات بطاقة شمسية بنطالب خزانات مياه ما عندنا شيء في الدنيا يعني ننزل براجع بالمحافظة بيقولوا لنا السماء اجى شيء السماء اجى شيء نحن خيو نحن أستاذ ما بدنا شيء بس يعوضونا في تعويض من السيد الرئيس من الدولي على أساس تعوض نحن بالمحافظة بننزل بتردونا ما حامي قد منا شيء. هون مولا مناطقنا الخيام هذه هاي باردة بالشتاء وحارة بالصيف ما بينقعد فيها ولحد الآن ما في أي استهداف إلا لحد الآن من غرفة العملية حتى المعونات اللي عم تجي بتشوف الغني هو الوحيد اللي عم ياخدها إذا مجلس البلدي أو رئيس البلدي إله عالم عم ياخد الغني فقط يعني كل الموجة اللي صارت بسوريا هي أساس الزلزال نتفاجئ بأسماء لا أنا متضررة ولا معاق لا نزل هي اللي عم تأخذ المعونة ورحنا أكثر مرة ما استقبل المحافظ ورحنا بيوم موعد المحافظ بيستقبل المواطن يوم الأربعاء رحنا كذا مرة ما استقبلنا 11 شخص أعطوهم طراحة مع أربع بطانية هلا بهديك الخيمة أنا وجوزي خمس أشخاص ما أعطونا لا طراحة ولا بطانية إخلاء من البلدي من البلدي واسمي بالبلدي ما أعطوني شيء ما أعطوني مرة معوني معلبات كبيتها كلها خيمة كلها طلعنا خيمة يعني ما في نحطينها قدام بيتنا حطينا عند بيت أهلي وبتعرف وضع شتي ما بنقعد فيها بالمرة مستأجرين بيت ويعني مستأجرين بشي ب300,000 استاذ محمد جدعان ابو جدعان طبعا بنرجع للموضوع الشكاوي طبعا هي بالاساس جزء اساسي منها هو ما كان في كل سوريا تمام. مو بس بمحافظه حماه يعني هالشكاوي تابعناها نحن بكل سوريا طب تمام. سمعت حضرتك شو ممكن يكون لديكم رد طبعا نحن بدايه كلفت محافظه حماه لجان شكلت لجان سلامه عامه قامت بالكشف على المنازل المتضرره من الزلزال بشكل مباشر لتحديد المتضررين الفعليين وبعد أن قمنا بتحديد المتضررين الفعليين وفق محاضر السلامي العام مصدقة ومن قبل اللجان وموقع من السيد محافظ ومن السيد وزير بناء على قرارات المتضررين طبعا تم مخاطبة الجهات الحكومية وزارة الدولة المحلية والمنظمات لتأمين مأوى للمتضررين الفعليين بحاجة منازلهم متضررة وبحاجة إلى إزالة وهدم طبعا هؤلاء الناس المتضررين كانوا قاطنين في مراكز بيواء تم تأمين من خلال التنسيق مع مؤسسة الأخات غرف مستقصنة مصنوعة من الفيبر طبعا غير مزودة بحمامات مزودة بطاقة شمسية إنارة فقط أستاذ وليد معي نو؟ تفضل هي الغرف إضافة للغرف الميت غرفي مصنوعة من فيبر تم تقريبها مؤسسة خان تم تأمين مشاريع أجارات عن طريق المنظمات الدولية لمدة عام كامل قابل التجديد بالتنسيق مع الجهات المانحة اللي نعم. طبعا حصرا مع محضر لجنة سلامة عامة إزالة وهدم من خلال تم إغلاق مراكز الإيواء بعد ما بين المتضرر الفعلي هؤلاء الناس تم تسليمهم سابقا حرامات وفرش وبطانيات لمراكز الإيواء أثناء وجودهم مراكز الإيواء تم تسليمهم إياها بشكل مباشر من المركز ونحن مستمرين بتأمين جميع متطلباتهم وفق الإمكانيات الآن قمنا من فترة 10 أيام بتوزيع فعلا حرامات أربع حرامات بالإضافة إلى الراحة بالإضافة إلى سلي صحي وسلي مطبخي استمرار الدعم إضافة إلى دعم مقدم من قبل المنظمات
بشكل كل فترة معينة ممكن يصير تقديم دعم كسلة صحية. طيب هو هي المشكلة هي المشكلة دائما عندنا بموضوع حسب الإمكانات المتاحة والإمكانات المتوفرة. ما هي نحن هون مصيبتنا بالأساس. فيعني نحن بنشوف نحن هاي الناس إنه موضوعين بهذا السكن، وحضرتك عم تقول إنه قدم لهم ما قدم، بس يعني في شيء عاجل، في شيء مستمر، في شيء يعني بالتحديد عندما تحدثنا نحن عن السلة الغذائية وتحدثنا نحن عن مازوت التدفئة، بدهم مازوت الجماعة هدول الموجودين. الموضوع أستاذنا الكريم، موضوع المازوت لا يوجد لدى المحافظة إمكانية لتقديم مادة المازوت للمتضررين. طبعا مثلهم مثل باقي العائلات الموجودة في مدينة حما يحصلون على مادة مازوت من خلال البطاقة الذكية، مخصصات الطاقة الذكية 50 لتر يحصلون عليها عن طريق الرسالة الإلكترونية. طبعا هذا فيما يخص مادة المحروقات. أما نحن بالنسبة للموضوع الغرف، ممكن ننوه على موضوع ضروري وهام. نحن من خلال نحن تم وضع الغرف بالقرب من منازلهم من أجل موضوع استخدام الحمامات، لأن الغرف غير مزودة بالحمامات. نحن طالبنا رفعنا احتياجاتنا المتواصل بشكل متواصل لجميع الجهات، المنظمات والدولية والجهات الحكومية، من أجل تأمين غرف مسبق صنع مصنوعة من الإسمنت مزودة بكامل التقنيات، وتوفر قطاع حماية أكبر للمتضررين بشكل أحسن. طبعا نحن مستمرين من خلال التنسيق مع مؤسسة الأرخان. تم حاليا سيتم بالفترة المقبلة بعد رأس السنة إن شاء الله تثبيت هذه الغرف بقواعد إسمنتية، إضافة إلى صب الأرضية بطبقة إسمنتية مع تزويدها بإمكانيات حماية أكثر، وتقوية هذه الغرف بشكل أكبر لتصبح آمنة بشكل كبير بالنسبة لهذه العائلات. بتشكرك أستاذ محمد أبو جدعان رئيس لجنة العمليات في 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 محافظة حماة. طبعا بس بحب شير لهون لموضوع انه طبعا حضرتك قلت انه محافظة حماة انه لا تستطيع توفير المازوت لهؤلاء، ويعاملون معاملة كل المواطنين في محافظة حماة او حتى كل المواطنين في سوريا، ولكن مع ذلك يمكن ان نقول انه ليس من العدل وليس من المنطق وليس من الطبيعي ان يعامل الناس متضرري الزلزال اللي ساكنين هالسكنة اللي شفناها نحن بأماكن مؤقتة وبكرفانات وبخيم، لا يمكن أن يعاملوا مثله مثل المواطن الساكن ببيته. يعني 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 عندما نقول إنه هناك عدل بموضوع توزيع المحروقات أو هناك عدل تراعيها الحكومة، ولكن ليس العدل بهذا الشكل. هؤلاء يعني يجب أن يبقى لهم معاملة خاصة حتى يعني تحل أمورهم وحتى يوفر لهم سكن طبيعي وسكن لائق، حينها نقول إنه يعاملوا مثلهم مثل باقي المواطنين السوريين. شكرا. كانت سوريا تفتخر دائما أنه التعليم فيها هو بالتعليم باللغة العربية. هذا الموضوع حتى وكان هناك عليه جدل عندما كان المهندسون والأطباء والصيادلة يدرسون في الجامعات السورية ويذهبون أو يغادرون أو يهاجرون لفرص عمل في الخارج، كانت تواجههم هذه المشكلة: كيف تتعلمون اللغة العربية أو كيف تتعلمون المواد العلمية والطب باللغة العربية؟ هذا الجدل كان قديما وكان مستمرا، وكان هناك دائما التمسك بالمجتمع السوري أنه يعني متمسك ومتجذر باللغة العربية ويفتخر باللغة العربية والتعليم باللغة العربية. ومع ذلك نقول هذه وجهة نظر. اليوم عندما توسعت الآفاق أكثر بالنسبة للسوريين وهاجر السوريون أو هجروا أو بعضهم سافر طوعا، وانفتحت كل دول العالم أمام السوريين والطلاب السوريين والمواهب السورية، وكان هناك أيضا ضمن إطار السعي سعي المجتمع السوري لمطالبة النخب السورية أن تعود يوما إلى أرض الوطن، سواء كان من ذهب من هاجر أو من يعيش بالأساس بالمغترب ودرس في الجامعات في الخارج أن يعود إلى أرض الوطن. طيب فهناك مشكلة تواجه هؤلاء الطلاب الدارسين في الخارج خارج سوريا، أنهم درسوا الطب كما هو الحال في كل دول العالم، درسوه باللغات الأجنبية، درسوه بالإنجليزية، درسوه بالفرنسية، وبالتالي كانت هناك مشكلة تواجههم عند العودة إلى سوريا. يجب أن يخضعوا في سوريا لما يسمى الامتحان الوطني
الموحد، والذي طبعا هو من وجهة نظر الوزارة التعليم العالي أنه يساوي الفرص ويعني يجعل الجميع متساوون بموضوع الدراسة أو التحصيل العلمي أو أن يكونوا أمام واقع الشهادة السورية، ولكن المطالب كثيرة اليوم. كيف لا يلحظ أنه هؤلاء الطلاب اليوم درسوا بلغات أجنبية، وبالتالي أن نأتي إليهم لنضعهم بالامتحان الوطني الموحد باللغة العربية وهم بالأساس لا يعرفون المصطلحات اليوم باللغة العربية، وغالبيتهم سواء كان سيدرس أو سيعود أو سيعمل في سوق العمل السوري أو لا يعمل في سوق العمل السوري، ولكن وفق النهج العالمي اليوم ومن باب التوسع بالخبرات ومن باب توسيع المهارات الدراسية والتدريسية، هناك مطالب بأن يكون هذا الامتحان الوطني الموحد باللغة العربية كما يريد السوريون، ولكن بذات الوقت أن يتوسع إلى لغات أخرى وفق الأمر الواقع الذي نحن فيه اليوم. أسمع شكوى من سيد معن أسعد أشقير، مواطن سوري مقيم في الإمارات العربية المتحدة، ليحدثنا عن شهادة أحد أبنائه. تفضل. يسعد مساءكم جميعا. أهلا وسهلا المشتركين. شكرا لك أستاذ نزار على الاستضافة، ولكن الموضوع بما فيه أنه أنا مغترب صلي 37 سنة خارج سوريا. نعم. والله يعني أعطاني بنوتي صغيري حاليا صارت دكتورة، درست ولدت في الإمارات ودرست في الإمارات وتخرجت من جامعة الإمارات، طبعا كله باللغة الإنجليزية. هذا لا يعني أنه هي ما بتتقن اللغة العربية، لا بتحكي باللغة العربية، ولكن أنا اللي عم بقصد فيه أنه هو العربية العلمية، الدراسة العلمية. نعم. الدراسة العلمية بالضبط. نعم. فلما تواصلنا مع وبنتي مثل باقي كل بنات المغتربين حصرا في الخليج أو في الاغتراب بالدول العالمية. نعم. فلما تواصلنا مع وزارة التعليم العالي قالوا لنا أنه من حق بنتك تسجل بنقابة الأطباء في دمشق، ولكن بدها تخضع للامتحان الوطني السوري الموحد. نعم. قلنا لهم مش غلط، بس هذا الامتحان عبارة عن عربي ولا إنجليزي؟ قال لا عربي. قلت له طيب بنتي ما بتعرف عربي، العربي بالمصطلحات العلمية مستحيل تنجح فيها إلا بدها ترجع من الأول، بدها ترجع تعيد من البداية، وهي شغلة طبعا صعبة جدا. نعم. فمن حقنا نحن كمغتربين بيوم من الأيام رح نرجع إلى هذا الوطن، ومن حق بنتي إنه ترجع للوطن وتسجل بنقابة الأطباء وتعطي حقها تسجل بنقابة الأطباء السوريين. نعم. وحقها إنه تعطي لهذا الوطن ما أنجزه به، يعني إنه تقدم شيء لهذا الوطن. نعم. من خلال خبرتها من خلال عملها. نتمنى من وزارة التعليم العالي مساوية بوزارة الخارجية، لما قدمت على امتحانات للقبول بوزارة الخارجية. نعم. سمحت لثمان لغات بالامتحان. منها الياباني، منها الروسي، منها الإسباني، منها الفرنسي، منها الإنجليزي وإلى آخره. نتمنى أن يكون هذا الامتحان مخير للطالب، في إنجليزي في عربي، تفضل على الإنجليزي إذا بتحب أو تفضل على العربي إذا بتحب. بهي الحالة بتكون فسحت مجال لأغلب طلاب المغتربين العودة إلى الوطن والعمل. صحيح. بسوق. صحيح. العمل. نعم. شكرك جزيلا. شكرا. نعم. لك أستاذ نزار. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لك. ودائما كانت تفاخر سوريا بصناعاتها، وكنا نقول الصناعة السورية صناعة متطورة، صناعة موثوقة، وبالتحديد بالسنوات التي سبقت الأزمة وحتى بسنوات الأزمة كانت الصناعة السورية صناعة متطورة، حافظت أو شكلت سمعتها وحافظت على مكانتها في كثير من الدول، وبالتحديد في الجانب التصديري. المنتج السوري الصناعي السوري كان مصدر ثقة للكثير، وبالتحديد في الصناعات الغذائية التي تطورت كثيرا وقطعت أشواطا كثيرة بالنسبة للصناعيين السوريين الذين استفادوا من الخبرات العالمية واطلعوا على الخبرات العالمية وطبقوا كل ما هو معمول في الدول العالم من ناحية الصناعات الغذائية وطبق في سوريا، وكان المنتج السوري منتج موثوقا للسوريين ولمن يصدر إليهم. عندما تقام متى يمكن أن يعرف ذلك ويظهر بشكل واضح؟ عندما تقام المعارض في الخارج ويشارك بها السوريون بالقطاعات الغذائية يلاحظ مدى الاهتمام ومدى التعاون ومدى القابلية لصفقات تجارية لأشكال متعددة من التعاون مع الصناعيين السوريين لسمعة المنتج الغذائي السوري، رغم الواقع الصعب ورغم المنافسة الصعبة التي أصبحت صعبة مؤخرا أو بالسنوات الأخيرة، ولكن مع ذلك يحاول الصناعيون السوريون أن يبقوا أولا بوطنهم، ويحاولون أن يتحاوروا دائما. الحوار اليوم للأسف هو الحوار ما بين مين؟ ما بين طرفين، الطرف الأول هم المجتمع الصناعي والتجاري وما بين الحكومة.
عندما يقام مؤتمر الذي أقيم في الأسبوع الماضي من أجل الحديث عن الصناعة الغذائية، وكان هناك اهتمام حكومي، يعني حضر رئيس مجلس الوزراء في النقاشات وحضر بعض الوزراء، وطبعا الحديث هو دائما كيف ندفع هذه الصناعة إلى الأمام وكيف نحسن من واقعها وكيف نستمر بالسمعة الطيبة وتحقيق عائد جيد عبر تصدير المنتجات الغذائية السورية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ حسام مكي الصناعي، أهلا ومرحبا فيك أستاذ حسام. أهلا فيك أستاذ نزار. أستاذ يحيى أغا أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شفنا متابعة بعض الاستطلاعات اللي كانت بالمؤتمر، ما بعرف هو مؤتمر تسميته ولا منتدى ولا ملتقى، أيا كان، فيعني شفت في طروحات جريئة، في حديث أنه حديث من الوجع، أنه يا جماعة نحن وصلنا لمرحلة جيدة، خلونا محافظين على المرحلة، خلونا لا خلونا نرحل المشاكل، عم نرحل عم ندفش لقدام بدل ما نحلها، وكل ما ندفشناها لقدام أكثر كل ما تراكمت أكثر وصار حلها صعب. تفضل. تمام، سعد أوقاتك أستاذ نزار مرة ثانية، ومساء الخير للأخوة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الأعياد، أعياد الميلاد. أنا بدي أقول أنه كان المؤتمر فيه تفاعل جيد، انطرحت عدة مشاكل على السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين بتخص الصناعات الغذائية، وهو مؤتمر عن الصناعات الغذائية. بالنسبة لنا كان المشاكل اللي انطرحت هي حلول الأمس، اللي هي مشاكل مدورة يعني قديمة جديدة فينا نقول. حكينا عن مشاكل عم بيواجهها قطاع الصناعة، وبنبدأ فيها بخطاب القسم اللي لما كان سيد الرئيس قال إنه المرحلة القادمة هي لزيادة الإنتاج، نعم، لمواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات، نعم، وما نكتفي بالحد من الخسائر ولكن لازم نحقق أرباح. أكيد زيادة الإنتاج تنعكس على الواقع الاجتماعي وواقع الاقتصادي بشكل عام، بانعكاس أسعار الصرف من ما بتحققه من قطع أجنبي للبلد ومن صادرات للسورية إلى أسواق العربية والعالمية. اليوم القطاع الصناعي بيواجه مشاكل على أهمها هي انخفاض القدرة الإنتاجية، وهذا اللي طرحناه. يعني اليوم المصانع بدل ما تزيد إنتاجها خفضت إنتاجها بالسنوات الأخيرة، وهذا أسبابها هي ركود تضخمي بالسوق السوري ناتج عن تراجع القدرة الشرائية نتيجة تراجع قيمة الليرة أمام سعر الدولار. علينا نطرح المشكلة والحل. نحن اليوم نحن مع الحكومة لنحقق نتائج مشتركة تحت قاعدة الكل رابح أو الكل خاسر. فنحن اليوم لما الحكومة بيكون وضع ميزانيتها جيد والعائدات اللي بالخزينة جيدة، فبتنعكس على قطاع الأعمال، بتنعكس على الشارع، بتنعكس على أسعار الصرف، بتنعكس على القدرة الشرائية، هذا الكلام بنشط حركة السوق بشكل أفضل. طبعا انطرح مواضيع كثيرة، وأهمها هو القدرة التنافسية التصديرية. اليوم نحن عندنا صادرات وعندنا واردات، ففي عندنا مشكلة بالميزان التجاري، في عندنا مشكلة كبيرة بالقدرة التنافسية التصديرية. اليوم المنتج السوري بالسنوات الأخيرة فقد قدرته التنافسية التصديرية بشكل مكلف. واضح مكلف. فهو اليوم نحن ارتفاع مدخلات الإنتاج، طيب هي ارتفاع عالمي في حالة تضخم عالمية وفي أزمة عالمية للواقع الاقتصادي بشكل عام، وبشكل خاص عنا بسوريا أكثر نتيجة الحصار الاقتصادي، ولكن نحن ما فينا نقول الحصار هو السبب الوحيد. نحن بالأزمة في فرصة وبالمحنة في منحة، علينا ندور على الفرص الموجودة بهي الأزمة وكيف فينا نحولها لفرصة يستفيد منها الواقع الاقتصادي السوري بالمرحلة القادمة. نعم سيد يحيى، مشان هيك يمكن اليوم الصناعي محتار انه هو مين زبونه، وين سوقه. السوق الداخلي ما عنده قدرة شرائية، والسوق الخارجي في منافسة كبيرة، وصارت اليوم المنافسة غير عادلة لصالح السوريين، يعني ما بقى تقدر تنافس انت بالتحديد بموضوع السعر، ان بقينا بموضوع الجودة، لانه عندك تكاليف هائلة. سعدي اوقاتك استاذ نزار، وكل عام وانت بخير. هلا الصناعات الغذائية هي أهم الصناعات الرائدة بالأسواق، لأنه هي محتاجات السوق المحلية أولاً والخارجية ثانياً. ونحن اليوم صراحة سوريا اليوم ما بصدر منتجاتها غير المواد الغذائية، يعني إحنا ما عندنا ما مصدر ملبوسات، ما مصدر
غير اكثر شيء مهتمين احنا بالقطاع الغذائي. فاليوم نحن مشكلتنا صراحه هي موضوع التكاليف العاليه اللي نحن عنا اياها موجوده. يعني اليوم انا فرضا اليوم نحن مجال عملنا البسكويت الشوكولا، اليوم مصانع موجوده بالاردن صارت تكاليفها استاذ نزار اقل بكثير من تكاليفنا نحن، لانه نحن عندنا المواد الاوليه كثير مرتفعه. والسبب الثاني اللي هو اهم هو موضوع احتياجات السوق عندنا، مثل موضوع المنصة. نعم. هل نحن موضوع المنصة هي كتير منيحة لنا، بعد ما طلع قرار 112 صرنا نحن نروح نصدر بضاعتنا ونجيب بدال الصادرات مواد لموضوع المواد أولية. نعم. هون نحن كتير خفت تكاليفنا، هون صرنا نقدر شوي نرجع ننافس. بس أهم شيء نحن إنه ما إنه نحن مو كل موادنا يدخلونها على المنصة. هل نحن عندنا موضوع الزيوت هي خارج المنصة، عندنا موضوع جزنت هو خارج منصة. أهم شيء ما كل المواد دخلنا موضوع المنصة، يعني خلاص خلي مواد فرضا محددة تكون منصة، مواد تانية تكون هي خارج منصة، عشان نحن نقدر نشتغل وننافس. إنه نحن آخر شيء عم خاطب طفل، عم خاطب مستهلك. يعني صعب جدا كتير إنه نحن نقدر نرفع أسعارنا وشايف أنت ما في قدرة شرائية موجودة بالبلد. نعم. هلا مشان هيك نحن بنسأل إنه يعني هذا النوع من الملتقيات وقت اللي بيحضروا كبار المسؤولين بالدولة بالحكومة، طيب هذا النقاش بحضور هالمسؤولين، طب ما بده ينعكس شيء على أرض الواقع؟ يعني معقول نحن قديش نعمل ملتقيات ومؤتمرات ومناظرات وحوارات، معقول هذا الشيء ما بده ينعكس على أرض الواقع ولا بدنا نستفيد شيء من الكلام؟ هلا هو للحقيقة لازم ينعكس، ونحن أخذنا ببعض الاجتماعات للأمانة تحققت بعض، يعني مثل ما قال لك الأستاذ يحيى، القانون 12 عن انه نحن نغطي 50% من صادراتنا، ففينا نجيب فيها مدخلات انتاج ومواد اوليه. هذا الكلام انعكس ايجابا على الصناعه ولكن بشكل نسبي. نعم. هلا دائما نحن اليوم بنقول انه هذا العلاج، هذا المرض والعلاج، فالعلاج نسبي، قديش النسبه اللي بتاخذها لتحقق النتيجه المرجوه منه. نحن اليوم الطموح اكبر من هيك، الصناعه متعطشه لزياده الانتاج، تدوير عجلة الإنتاج، لما المصانع بتشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية بتنخفض مصاريف التشغيل اللي هي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء الصناعية والنقل وكل المصاريف التشغيلية المعنية بالتشغيل الناتجة عن أسباب كلاتنا بنعرفها، واقع اقتصادي كلاتنا عايشينه كأفراد وكصناعيين وحتى كحكومة. إذا اليوم نحن شو الحل لهي المشكلة؟ إنه نحن اليوم زيادة الإنتاج بالمصانع، إذا زيادة الصادرات، المزيد من المنافسة. المزيد من المنافسة لما عم نشارك بمعارض دولية أو عم نسافر أكثر من بلد حول العالم أنا كنت فيها واجتمعنا مع تجار ورجال أعمال ومستوردين. نعم. فعم تلاقي عم يقول لك أنا خليني استورد من الأردن، استورد من لبنان، استورد من تركيا، استورد من السعودية. طيب احنا اليوم المنتج السوري عم بيخسر فرص تصدير كبيره، هي ما بتضيع على المصانع، ما بتضيع على الصناعي فقط، بتضيع على البلد، هي عم بتضيع على البلد. في عندنا قطع اجنبي ممكن يكون موجود يحسن من واقع الاقتصادي، يشغل عماله اكثر، هذا المصنع لما بيزيد انتاجه فهو صار بحاجه عدد عمال اكبر، حدينا من البطاله وكان في تحقيق للميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات. اليوم الدولة عندها مشكلة بموضوع القطع الأجنبي وتأمينه، تمام؟ للصادرات، يعني أنت لما نقول للواردات عفوا، لما بنقول نحن اليوم بدنا نستورد وافتحوا لنا الاستيراد على مصراعي، تمام؟ رح يقول لك إنه أنا هذا الكلام بيتطلب قطع كثير، فهذا إذا نحن تركونا للسوق السوداء فرح ترتفع سعر الصرف أكثر وتنخفض قيمة الليرة أكثر وينعكس على الواقع الاقتصادي أكثر. طيب الحل بهاي المشكلة انه نحن اليوم بدل ما تقلي 50% من تعهد القطع، خد 20%، خد 15% من 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 قطع الاجنبي اللي بيصدر فيه الصناعي، وخلي 85% مدخلات انتاج. نحن ما عندي الربح ال 50% اللي تاخذها تعهد قطع. نعم. انا اليوم ما فيني احول سوري لاي بلد بالعالم لاستورد مواد اولية. نحن اليوم صناعتنا، انا بخص بالذكر الصناعات التحويلية اللي هي بتعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد. طبعا عملية الاستيراد إذا عندنا تكاليف إضافية بالاستيراد الناتجة عن العوامل الخارجية اللي هي العقوبات،
طيب وعندنا تكاليف اضافيه ناتجه عن السياسات الاقتصاديه، واحده منهم المنصه، تمام، اللي هي عطلت دوران راس المال. يعني احنا اليوم لما نقول دوره راس المال الصناعي او التجاري، فدوره راس المال المنصه هي اجت لتعطلها وتاخرها. نعم، مع انه حكينا كثير بموضوع المنصه، انت مع ولا ضد؟ اكيد انا مع. مع مع طبعا مع انا مع وجود المنصه، ولكن انا مع المده الزمنيه. يعني لما يقول لك 4 شهور لحتى احول لك، فانا اكيد ما في شركه بالعالم توافق انه انا بعد 4 شهور احول له قيمه المواد. نحن لما نثبت مواد اوليه لازم نحول قيمتها بعدها بيحددوا لنا موعد الشحن. طيب انا اليوم لما بدي ادفع قيمه الاجازه بالمنصه، فهذا الكلام رح يقول لك انا بحول لك اياهم بعد 4 شهور او بعد 3 شهور. هذا التاخير بتعطيل بدوره العمليه الانتاجيه، هذا اللي عم يبطئ العجله. احنا اليوم بيهمنا نسرع عجله الانتاج ونزيد الطاقه الانتاجيه. اخذتوا وعود بهالشيء؟ وعود بالغاء المنصه؟ لا، وانا مع الغاء. لا ما في، ما اخذنا وعود بتخفيض المده الزمنيه. نعم. لا ابدا. نعم. طيب هلا اليوم الحديث حتى عن عن عن, عن جوده المنتج السوري حقق قفزات كبيره. يعني اليوم بشوف نحن اليوم منتج، اذا ما قريت انت عليه انه هذا شغل سوري انت احيانا ممكن ما تعرف. يعني ليش؟ لانه كان ماخوذ النظره انه بالتحديد بموضوع الصناعات اللي له علاقه معروف بالبسكويت والشوكولا وهيك اشياء، انه يعني ما لنا عم نقدر ننتج منتج عالي المستوى. وهون كانت المشكله الاساسيه، انك انت بدك تنتج منتج مثل ما انت بدك، بده يكون سعره غالي بالسوق. تمام. فشو شو 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 بتعمل بهي الحاله؟ تخفض من جودته؟ لا لا، اليوم نحن كان عندنا مشكله وطرحناها بالمنطقه، هي موضوع ماده الشورتنينج. اليوم معامل الزيوت عم بتحاول تعمل قرار الغاء استيراد ماده الشورتنينج، ونصير نحن نشتري شورتنينج من عنده من المصانع. اللي هو شو يعني؟ هي زبده اسمها شورتنينج. نحن طلبنا بالمنطقه انه لا لا يا حكومه لا تسمحوا لهيك قرارات تطلع. نحن اليوم بحاجه انه نجيب مواد اوليه ذات جوده عاليه، ذات جوده عاليه نقدر ننافس فيها خارجيا، لانه اليوم المنتج السوري هو مهم، هو معروف عالميا بجودته العاليه. فانا وقت انا اليوم مصنع زيت بسوريا بده يجبرني اشتري من عنده بضاعه، والحكومه تلغي استيراد موضوع الشورتنينج، فانا اخر شيء راح اخر شيء مستهلك اللي هو حدوق المنتج تبعي راح يلاقيه سيء، فما راح يرجع يشتري وما راح نرجع نصدره. واهم شغله انا بدي اعلق عليها هو موضوع انه اليوم نحن بماده الشورتنينج بندفع ضميمه وبندفع عليها رسم شهداء، وهي جدا جدا صارت تكاليفها جدا عاليه. فنحن كمان وهن بالمقابل اسعارهم اغلى من هيك، فطلبناها ووعدونا بالمنطقه انه هذا الموضوع خلاص، يعني نحن انه ما يطلع قرار بالغاء هاي الماده باستيرادها ب نعم برا بماليزيا وهالدول الثانيه. نعم نعم. طيب وحكينا كمان شان موضوع، انا بتشكر رئيس الحكومه وعدنا شان موضوع مرسوم 8، يعني هو خلاص هلا اللي هو التعامل بغير الليره، التعامل لا مرسوم 3 مرسوم 8 انه نحن هلا خلاص صار وعدونا انه يجزئوه. يعني يوم فرضا اليوم المخالفه فرضا اللي بيغش، مو مثل اللي بيخالف موضوع تاريخ انتاج او انتهاء مرسوم 8 تبع التمويل. ايه. نعم. فهذا اخذنا اليوم وعد نحن رئيس الحكومه، يعني صراحه نحن كصانعين وقعدنا مع رئيس الحكومه مع الوزراء حسينا حالنا انه عن جد نحن جماعه مهمين بالنسبه لهم، بدهم يساعدونا، بدهم يلبونا جميع احتياجاتنا. فنحن صراحه كان كثير منطقة ناجح بالنسبه لنا كصناعين، وقعدنا نحكي مشاكلنا، حكينا مرسوم 8، جاوب رئيس الحكومه انه هذا الموضوع خلاص في له حل، رح يتجزا اللي بيغش غير اللي بيخرب بتاريخ انتاج. يوم عامل يوم عامل احتمال هو يخرب تاريخ انتاج. يعني مو معقول نحن نجمل نحن كل هالعقوبات، نجمل كل العقوبات، كل اخر شيء الصناعه يقعد بالسجن، مو معقول. طيب هذا النوع من الملتقيات، في حدا بيقول انه انتم عم تجتمعوا على الفاضي وعم تحكوا على الفاضي؟ انا بقول انه اللي بيقول عم نجتمع على الفاضي وبنحكي على الفاضي، احيانا بنروح عند الطبيب فمو من اول زياره الطبيب بناخذ نتيجه. نعم. في احنا لازم نتابع بالعلاج ولازم نتبع الحميه. يعني انا بشبهها بهي الحاله. حتى لما بنروح عند محامي واذا عندنا دعوه قضائيه فاكيد بدنا وقت، بدنا وقت الدعوه. نعم. فنحن اليوم بنحاول نطرح مشاكلنا وبنسمع وجهه نظر المعنيين. يعني لما هو بيقول لك انه انا عندي اليوم ضغط على 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 سعر الصرف، انا المنصه مقتنعين انه نحن مع وجود المنصه، تمام، نحن مع وجود مرسوم 8 اللي هو بيضبط نحن الغش، ولكن نحن مع التفرقه ما بين الـ 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 المخالفه والجرم. يعني اليوم اذا انا
قانون العمل بيحمي العامل تمام، وقانون المستهلك بيحمي المستهلك. نعم. ما في قانون بيحمي الصناعي. إذا عنا عامل بالمنشأة أو مندوب مبيعات أخطأ بكتابة فاتورة، فالدعوة بتجي باسم الصناعي على المرسوم 8، وهذا الصناعي بيصير ملاحق قانونيا. كثير من الصناعيين اليوم مطالبين ملاحقين قانونيا. نعم. وفوتوا على المحاكم وعلى السجن. طيب هي أنا وين بيئة الاستثمار الآمنة؟ كيف بدي أنا أقول للصناعي الموجود خارج البلد يرجع؟ طيب إذا اللي موجود جوا هو عم بيكون بعذرة أو ملاحق أو ما فيه يطلع لحكم عليه أو ما فيه يسافر بسبب إنه أنت عندك عامل أخطأ لأي خطأ بسيط، تمام؟ من لا يعمل لا يخطئ. نعم أكيد. فنحن إذا بنروح على المؤسسات القطاع العام ومؤسسات الحكومية بنلاقي أخطاء كتير. نعم. ونحن مؤسسة في عنا عاملين وفي موظفين، فأنا ما فيني أضمنه، وهن هاي العاملين اللي ممكن تخطأ بقلب المعمل ونحن نتعرض للسجن، قانون العمل حاميهم بيقول لك تدرج بالعقوبة، يعني أنا ما فيني أعمل معه شيء، يعني هذا العامل اللي غلط فأنا بدي أوجه له إنذار شفهي وأنا فوت على السجن. أيوة. كصناعي. أيوة. هذا هو المرسوم 8، هو سوى ما بين الجرم والمخالفة، تمام؟ وهذا الكلام عمل ردة فعل كبيرة عند الأخوة الصناعيين، وصلنا للأمانة طارحين هاي المشكلة من سنتين ولهلا ما أخذنا نتيجة. وعدنا يعني مو أول وعد، بس هلأ الوعد هالمرة كان على لسان رئيس الحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. ولكن قبل نحن طرحناه أمام وزير الصناعة، أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، أمام عدة وزارات، أنه في عنا مشكلة بهذا المرسوم. نحن أول ما صدر المرسوم اجتمعنا مع السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقلنا له، قال هذا المرسوم هو بس للي بيغشوا، قلنا له طبعا اللي بيغش نحن مع انه يتعاقب، ما عم نحكي عن الغش، تمام؟ ما عم نحكي عن التلاعب بانه يشتغل بطحين المدعوم او المازوت المدعوم او كل ما يعني الغش، ولكن التفرقة ما بين المخالفة والجرم. نعم. هلا قديش احيانا بدنا نكون نحن حذرين حتى بالتعامل مع اللي بيغش او مع اي شخص يرتكب اي مخالفات تموينية والمجتمع معه؟ يعني نحن أكثر شيء بنفرح فيه نحن كمواطنين وقت اللي بنشوف نحن تقرير أو صور على ضبط مثلا مواد فاسدة، نعم، ضبط مواد منتهية الصلاحية، تمام، ضبط أي شيء مسيء مضر للصحة وبالتحديد بالصناعات الغذائية، صح، بيفرح المواطن لهذا الشيء، بس بنفس الوقت بدنا نكون حذرين إنه ممكن تكون أحيانا مخالفات بسيطة نجي نحن نشهر بماركة معينة، نشهر بماركة معينة، صح، وينشر هذا الموضوع يسيء هذا الشيء للتصدير السوري خاصة الصناعة السورية، نضرب سمعة المنتج السوري، صح. فهون أحيانا بده حذر ما بين الجهة المسؤولة اللي هي وزارة التجارة الداخلية وما بين الإعلام، صح، يعني هذا كتير مهم. هلا في كتير فرض مصانع أيام بصير فرض المنتج في له تحولات، فرض من وراء الشمس، يعني هلا فرض مثال الكيك احتمال يكون في حرارة شمس عالية عليه فهو بيعفن، فهو ما عفن لأنه المنتج هو سيء، هو عفن لأنه ظروف تخزين أو ظروف نقل، يعني عليه. نعم. أو موضوع فرضا الحلاوة أو أي أو موضوع الكنسروة يعني بيطلع فرضا طبقة خارجية فوق المخللات، مو معناته أنه هذا المنتج فيه مشكلة، ودهن يروح يشهروه علانيا، فدول الخارج بتشوف هالمنتج السوري فيه مشكلة، فهي نحن طلبناها، وهلا ما عاد التغت موضوع انه ينزلوا المنتجات بالصفحه تجارة وزاره التجاره الداخليه وحماية المستهلك، لغوا هاي القصه بانه ينزلوا المنتجات اللي فيها مشاكل، كان من زمان اي واحد يشوفه عنده مخالفه ثاني يوم ينزلوها، هلا لغوا هاي القصه لانه صار اثر علينا عالميا، يعني الاسواق نذكر زمان معمل مرتديل ضبطوا عنده مواد، يعني عليك معمل مرتديل تمام ما بقى يخلص من الموضوع، انه وهي مواد تالفه كانت موجوده بالمستودع للتلف، اي ولكن هو المراقب اللي عم يكون موجود مع احترامنا الشديد لألون ما كتير عندهم خبرة مهنية بآلية مراحل التصنيع. نعم. يعني نحن اليوم أنا رح بسطها وقول إذا رحنا على ست بيت ولقيناها عم تطبخ بقلب المطبخ فبيكون في إلا ما نلاقي بعض الملاحظات الموجودة. نعم. تمام. فبالنتيجة نحن اليوم بالصناعات الغذائية ممكن يطلع بعض الملاحظات أنه نحن نوجه تنبيه لهذا المصنع إذا كان موجود ملاحظة تمام ما بتمس بجودة المنتج بشكل مباشر، وما يكون في ضبط، هو هاي الفكرة، وما يكون في تشهير بالضبط لأن هذا الكلام بيسيء لسمعة المنتج السوري. اليوم المنتج السوري رغم الصعوبات الموجودة عم يتصدر لأكثر من 90 دولة حول العالم، تمام؟ اليوم منتج السوري يتمتع بسمعة جيدة، يتمتع بميزة تنافسية عالية على مستوى الجودة. نعم. يفتقد للمنافسة السعرية، هو لازم نحقق اثنين سوا، يعني إذا أخذنا تجارب دول
نجحت صناعيا، تمام؟ ففينا ناخذ تجربه ماليزيا مثلا، فينا ناخذ تجربه الصين، فينا ناخذ التجربه الالمانيه، تمام؟ كيف كانت وكيف صار اقتصادها. اليوم الصناعي السوري قادر على انه يحقق نتائج ويكون رافد لخزينه نعم. الدوله. هلا كيف عم تلاقوا هذا الشيء بالمعارض اللي عم تطلعوا عليها لبرا؟ عم نلاقي نحن في اقبال جيد، ولكن ما عم نقدر نبيع نتيجه مواجهه المشكله السعريه. يعني نحن اليوم المنافسه، لما انا اليوم بدي اطلع على بلدين تمام متجاورتين، ماليزيا واندونيسيا، لاقي السعر بماليزيا الزيوت اقل من اندونيسيا ب 30-40%، فانا اخذ من ماليزيا. ما هي هذا الكلام اللي عم بصير معنا حاليا. بالسنوات الاخيره معظم فرص التصدير موجود التصدير، ولكن انخفض بنسبه 90%. نعم. وقت عم تلاقي المنتج التركي ارخص، مو بس التركي. نعم. اليوم اللبناني ارخص، الاردني ارخص، وهذا الكلام ما كان موجود سابقا. الصناعيين اللي فتحت مصانع بالاردن او اللي فتحت مصانع بلبنان، طيب المزارع اللي عم يزرع بلبنان او المزارع اللي عم يزرع بالاردن، هذا مو خساره للوطن؟ طبعا. اليوم نحن خسرنا صناعه، خسرنا كفاءات، اليوم عندنا نزيف في العنصر البشري. يعني بالحرب الاقتصاديه على مدار ال 13 سنه او الحرب العسكريه صار في نزيف. نعم. بالعنصر البشري، واليوم لا زال موجود. اليوم عندنا خسائر كثير بفئه الشباب. يعني انا اليوم راجع من الامارات، تمام؟ طب انا اليوم هون عنا نقص بالكوادر، هناك عم نلاقي كوادر فائض بالكوادر السورية والنخبة. صار في بطالة بالسوريين هنيك لأنه ما عم يلاقي شغل. هلأ هنيك وغير هنيك. أيوة. يعني إذا رحنا اليوم على أي بلد بالعالم عم نلاقي موجودين سوريين وعم يحققوا نتائج، عم يحققوا نجاحات ونحن بنفتخر فيها. نعم. بس أنا اليوم نحن اليوم نحن أحق فيه، سوريا أحق بهاي الفئة. طيب هاي الفئة شو أسباب الهجرة؟ خلونا نعالج أسباب الهجرة لنحد من الهجرة. هجرة الشباب، لأن إذا نحن بدنا نقول إعادة إعمار بدنا نقول زيادة إنتاج. طيب زيادة الإنتاج وإعادة الإعمار بدها. نعم. كوادر بدها. نعم. عنصر بشري. نعم. أخي يحيى، سؤال الأخير، يعني طبعا. نحن بنقول لمجرد أن نلتقي نحن كصناعيين أو تجار مع الجانب الحكومي نعتبره إنجاز؟ طبعا إنجاز نعتبره. يعني نحس حنا مبسوطين أنه والله قعدنا مع رئيس الحكومة وحكينا له مشاكلنا أو مع الوزراء وسمعونا. يعني أنا بس حكيت مشكلتي بالمنطقة، إجا عندي وزير الصناعة قال لي أكيد نحن ما نخلي حدا يتحكم فيكم، أكيد نحن معكم. أنا والله أحد المصانع كتير مبسطت أنه الوزير حكى معي هذا الموضوع. نعم. بالعكس، ولازم هيك ملتقيات دائما تصير. يعني احنا احتمال دائما يصير عندنا مشاكل، لازم يسمعونا مباشره ويعرفوا شو مشاكلنا، ونحن مع بعض نلاقي حلول لنحل المشاكل كلياتها. نعم. نعم. على امل انه يكون اي نوع من الوعود او اي نوع من الكلام هو يترجم على ارض الواقع، مشان على الاقل يكون في عندنا ثقه نحن كمواطنين سوريين انه عندما تجتمع الجهات الحكومية مع أي جانب آخر اليوم فاعل على أرض الواقع ولا عنده عمل، يكون في نتيجة من وراء هذا الكلام. بتشكركم جزيل الشكر. يكون في نتيجة، وأنا بتأمل أنه بالمرحلة القادمة وسنة 2024 تكون سنة انفراج على البلد جميل. الواقع المعيشي والاقتصادي. الحقيقة المرحلة القادمة بتتطلب مننا نحن كصناعيين وقطاع أعمال نتشارك مع الحكومة يعني بهمومها ومشاكلها، لان هي برجع بقول انه الكل رابح او الكل خاسر. فبيهمنا نحن اليوم نزيد صادراتنا لنحسن القطع الاجنبي بسوريا، ولكن عندنا متطلبات طلبناها وبتامل انه ناخذ فيها نتائج بالمرحله القادمه. في وعود وعدنا فيها كمان بتمنى انه تتحقق، لان هي الوعود عمليا رح يكون انعكاسها على الاقتصاد السوري. نعم. مو على الصناعي السوري. شكرا جزيلا الشكر استاذ حسام مكي الصناعي، استاذ يحيى الاغا الصناعي، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. الى اللقاء.